مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقع برج الجوزاء لتالت اسبوع من شهر يناير 2024 هبدأ بالجانب المهني. يسعى مواليد برج الجوزاء لتحقيق اهداف مهنية كبيرة خلال الاسبوع، يعني مواليد برج الجوزاء هيكون عندهم تارجت عايزين يحققوه. طبعا الكلام ليكوا ليكي الاسبوع ده، ودي من الحاجات الكويسة قوي اللي انا بشوف ان لازم دايما نسعى ان احنا نحقق هدفنا، ولو ما حققناهوش نقرب منه. ولكن في مسؤولية جديدة هتكون على مواليد برج الجوزاء بسبب زملاء جداد. واضح ان في زملاء جداد هينضموا للعمل او هيتعينوا وهيبقوا مسؤولية هم او مسؤولين عنهم مواليد برج الجوزاء، ودي حاجة كويسة. عايز اقول حاجة، لما يكون في زميل جديد ليك او زميلة جديدة وكذلك الكلام ليكي، يا ريت بلاش نتعامل معاه بحتة ايه ان ده واحد جديد. لا طبعا، بالعكس احنا نحاول نفيده على قد ما نقدر ونقف جنبه، لان انت ممكن في يوم من الايام تبقى جديد في حتة تانية. وما تنساش ان كل حاجة بتعملها عند ربنا وهتتردلك. دي حاجة. حاجة تانية، ما تستهونش بحد جديد، لان انا شفت مرة حد كان استهون بحد لسه جديد وطلع الحد ده عنده خبرة ومعلومات وقاري كويس، ولما قرب منه يعني لقى ان هو ممكن يتبادلوا خبرة مع بعض. فما تستهونوش بدي، لان ممكن الجديد ده يكون عنده خبرة وما يطلعهاش في الاول وتعرفوها مع الشغل. ولكن برضو يعني خلي دايما لما يكون في شخص جديد بلاش نحسسه ان هو حاجة على جنب، لان دي حاجة انا شفتها في كذا يعني كذا مثال يعني في الشغل عندنا للاسف. بلاش الحتة دي يا جماعة، يا ريت نخلي الجديد دايما يعني نحتويه ونحاول نعرفه دايما الشغل ونكون واضحين معاه. بلاش حتة نخبي، لان برضو احنا زي ما قلت ممكن نبقى جداد في يوم من الايام في شغل تاني. ده غير ان احنا لازم نعمل الصح، والصح بيقول كده ان احنا نعرف نكون واضحين دايما في حياتنا. ربنا يوفقك ويديكوا الحكمة ويقويكم. هدخل على الجانب العاطفي، هبدأ بالعزاب. فرص ارتباط بنسبة كبيرة بسبب الانجذاب لعزاب برج الجوزاء. يعني عزاب برج الجوزاء هيكون في انجذاب ناحيتهم وفي اعجاب، طبعا الكلام ليك وليكي، وده هيكون سبب في فرص الارتباط والعلاقات هتكون بنسبة كبيرة. وعايز اقول حاجة مهمة، النسبة دي هيكون فيها فرص ارتباط تقليدي وعن حب، يعني الاتنين. اهم حاجة ان احنا ما ننخدعش بالمظاهر، ما ننخدعش بالكلام الحلو. يا ريت ما نحكمش على حد بسرعة قبل ما نعرفه كويس. ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة. ندخل على المتزوجين والمرتبطين. خلافات، ولكن الخلافات دي هتنتهي بسبب ايه؟ تمسك الطرف الثاني بالعلاقة او بالشخصية اللي هي شخصية الطرف الاول. دايما عايز اقول حاجة بمناسبة التمسك، الكلام ده بقى مش ارتباط بس، الكلام ده في الارتباط وفي الصداقة. لما تلاقي حد متمسك بيك او تلاقي حد متمسك بيكي، يا ريت سواء في الصداقة او الارتباط يا ريت نديله دايما فرصة. الشخص اللي بيتمسك ما بيبقاش كتير، دايما في ناس تقول لك يا عمي مع السلامة، يعني في ناس كده اللي هو خلاص ماشي يلا ننهي المعرفة دي او نبعد عن الشخصية دي. قليل قوي اللي هتلاقي يتمسك بيك. اللي بيتمسك بيك ده بيتمسك بيك ليه؟ ما هو ملهاش غير معنى واحد، ان هو انت عنده غالي وان انت مهم جدا في حياته. وممكن اللي بيتمسك بيك ده لما ترفضه مرة واثنين وثلاثة ما يتمسكش بيك تاني خالص. فانا عايز اقول ان دي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة. وما تحسسش دايما ولا تحسسي ان اللي بيتمسك بيك ده ان هو بيجي على كرامته او انت تدوس عليه علشان هو بيتمسك بيك. لا طبعا، دي حاجة كويسة جدا في حقه، وده دليل ان هو شخص كويس وباقي على العلاقة دي او باقي على المعرفة دي. فياريت دايما ندي فرصة للناس دي. طب لو في حد بيجرحنا قوي بس برضه بيتمسك بينا، نفهمه مره واتنين ونطول بالنا ونراعي حته التمسك، نعمل لها حساب وبعد كده نكرر، بس بعد ما ندي فرصه واتنين يعني على قد ما نقدر. ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير لو مناسبين لبعض. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائليه بنسبه متوسطه، ده غير ان محتمل الاسبوع ده يكون في ظروف ما تكون سبب في تجمع العيله، او زي ما مكتوب وقريت بالظبط تجمع بعض عائلات مواليد برج الجوزاء. طبعا الظروف الصعبه عموما ايا كان بقى، ظروف مرضيه، ظروف ماديه، ظروف خلافات ومشاكل، العيله لما بتكون مع بعض فعلا بتدعم بعض جدا. لمه العيله بتكون مهمه جدا، عشان كده دايما بقول حافظوا على ترابط الاسره، وخصوصا لما عيلتكم دي يكون فيها كذا شخص في محبه وفي ناس كبار في السن، دي حاجه بتكون كويسه جدا. دي نعمه. في عائلات تانية ما فيش بينهم بيكون للاسف محبه وبيبقى كل واحد في حته. فيعني ما تستهونوش بدي، واي ظرف ما دام العيله في متجمعين صدقوني بيعدي. دي يعني دي بتقوي جامد جدا.
ويا رب ما يكون في اي ظرف ويعدي الاسبوع على خير والعيله تتجمع على بهجه وسعاده وفرح ومحبه. هدخل بقى على الجانب المالي، ضعف الماديات من بدايه الاسبوع، وده بسبب تزايد المصاريف وسرعه الصرف. مكتوبه كده، تسرع في الصرف. المصاريف لما يعني في حاجات لما بنشتريها بنندم بعد كده، ده جاي من ورا ايه؟ جاي من ورا ان احنا اتسرعنا في ان احنا نشتري. علاج الموضوع ده حاجه واحده، ان انت لو عندك رغبه او انت ان انت تشتري حاجه اصبر اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، عدوا الاسبوعين ولسه عندك نفس الرغبه يبقى غالبا بنسبه كبيره دي حاجه مهمه، لكن لو عدوا الاسبوعين وحسيت ان انت ما عندكش الرغبه يبقى خلاص ممكن تكون دي حاجه مش مهمه. عايز اقول لك واقول لك ان الزمن اللي احنا فيه مش بتاع تسرع في المصاريف، بالعكس لازم نحسبها صح وكويس قوي ونتأنى ونكون حكماء في مصاريفنا، وربنا يوسع من رزقكم. عشان اتلخبطت شويه، خش بقى على جانب صحاب المشاريع والمستثمرين والتجار. ارباح متوسطه طول الاسبوع، يعني مشاريع مواليد برج الجوزاء المفروض انها تحقق ارباح متوسطه طول الاسبوع، ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. هدخل على الجانب التعليمي، طلاب برج الجوزاء امامهم اختبارات قادرين يتخطوها، وينتظر بعض طلاب برج الجوزاء نتائج ايجابيه، واتمنى ان يبقى كل الطلاب، ومش طلاب، مش كل طلاب برج الجوزاء بس، لا ده كل طلاب ال 12 برج، يعني طلاب برج الجوزاء قدامهم اختبارات هيقدروا يتخطوها وده طبيعي. طبعا الفتره دي فتره امتحانات وانا عارف ده كويس، وعايز اقول للشباب والبنات ركز، اتعب على قد ما تقدر، كثف عدد الساعات اللي بتذاكرها واللي بتذاكريها في المادة اللي انت داخل عليها في الامتحان، وصدقوني ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. دي كانت توقعات برج الجوزاء تالت اسبوع من شهر يناير 2024. عجبكم الكلام ده تنسوش تعملوني بلايك، لو مش مشترك او مشتركة يا ريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. متشكر قوي ليكوا، سلام.